هسه راح ننتقل لموضوع الأنيميا إن بريجنسي. موضوع من المواضيع اللي يعني تنسألون عليها باللونج كيس أكثر من أي مكان ثاني، أوكي؟ لأنه هواية، كلش هواية يجون أنيميا إن بريجنسي. فأنتوا اللي أريده منكم هو أنه تكونون فاهمين الجايد لاينز مال الدايجنوسيس أوف ذا أنيميا إن بريجنسي، وشلون إحنا نسوي مانجمنت بالأرقام الصحيحة، بالأرقام اللي هي من الجايد لاينز، اوكي؟ مو هيك هاب هازاردلي ويعني شله عبر، اوكي؟ لانه هذا موضوع امبورتنت من الممكن انه تنسالون عليه. اولا احنا الانيميا نعرفها زين، الانيميا امبرجنسي لها يعني في دي سبيسيفيك فاليوز حسب ال WHO او حسب السي دي سي او الى اخره. يعني احنا حسب ال WHO بشكل عام الهيموغلوبين إذا كان أقل من 11 فهي تعتبر أنيميا إن بريجنسي، انتهينا خلاص. إذا أكثر من 11 فهي مو أنيميك. حسب الـ CDC Center of Disease Control، الـ CDC قال لا، قال بالـ First Trimester إذا أقل من 11 فهي تعتبر أنيميك، بالـ Second Trimester إذا أقل من 10.5 راح تعتبر أنيميك، أوكي؟ جرام بير ديسيليتر. وبالثيرد تريمستر إذا أقل من 11 راح تعتبر أنيميك، أوكي؟ أما بالنسبة للبوست بارتم أنيميا فهو أنه الهيموغلوبين يكون أقل من 10، أوكي؟ لأن عادة إحنا إذا كانت 11 أو يعني 10 ونص هاي ما راح نعتبرها أنيميك، لأن هي تكون أصلاً فاقدة بلد. فإلا تكون أقل من 10 يلا نعتبرها أنيميك بوست بارتم، زين؟ فهاي الفاليوز they are very important. طبعاً أكو بيها degrees، لمن تقل، لما يقل الهيموغلوبين كونسنتريشن عن 6 فهنا نعتبر انه هاي الانيميا صارت سيفير، اوكي؟ نعتبر انه هاي الانيميا صارت سيفير. طبعا البيشنت بشكل عام هسه احنا اذا نجي نسوي، ولو احنا مو موضوع يعني هيماتولوجيكال، زي مو موضوع هيماتولوجي قصدي، بس بدنا نريد نفهم الجايد لاينز اوف مانجمنت اوف انيميا ان بريجننسي. بس خلينا ناخذ يعني احنا شلون نقسم الانيميا بشكل عام. المفروض هذا الحكي تعرفوه من الهيماتولوجي. الانيميا الميل اذا كان اقل من 13 جرام بير ديسيتر، الفيميل اللي مو بريجننت اقل من 12 جرام بير ديسيتر راح يعتبر انيميا. ومال بريجننسي الفاليوز بالنسبه للفيميلز حكينا عليها. فالانيميا احنا نقسمها الى ثلاث اقسام بيست اون وات، بيست اون ذا ام سي في، ذا مين كوربسكولار فوليوم، اللي هو طبيعي ما بين 80 الى 100 فهمتوا ليتر. فاذا اقل من 80 فهي راح تكون مايكروسيتيك انيميا، إذا أكثر من 100 فراح يكون ماكروسيتيك أنيميا. فهنا أنا مايكروسيتيك، هنا أنا ماكروسيتيك أنيميا. أما إذا ما بين 80 إلى 100 فهمتوا ليتر، فهنا أنا راح يكون شنو؟ راح يكون نورموسيتيك. طبعا النورموسيتيك هو باختصار شديد هو أنيميا of chronic illnesses، أيا كان الكرونيك illness، زين؟ سواء كان infection, inflammation, malignancy, renal insufficiency إلى آخره. هاي الأنيميا of chronic diseases بشكل عام هي كلها راح تكون نورموسيتك. أما بالنسبة للمايكروسيتك اللي هي the most common type of anemia، أوكي؟ بيها هواي سبتايبس. شنو اللي يسوي لنا مايكروسيتك أنيميا؟ الايرون ديفيشنسي بالدرجة الأساس، أوكي؟ بالدرجة الأساس. فلهذا السبب إحنا لازم ندز على سيرم ايرون وندز على فيرتين، زين؟ وعلى توتال ايرون بايندينج كاباسيتي. ممكن ايضا شغله اخرى تسوي لنا ايرون، تسوي لنا عفوا مايكروسيتيك انيميا، يس الثلاسيميز بشكل عام، زين؟ اللي لما تطلع الفيرتين نورمال، تي اي بي سي نورمال، توتال ايرون بايندينج كاباسيتي يطلع نورمال، زين؟ طبعا بالايرون ديفيشنسي انيميا اكيد نتوقع انه سيرم فيرتين راح يقل وسيرم ايرون راح يقل، بينما التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي راح تزداد، زين؟ ليش راح تزداد؟ لانه هو احنا لما نقيس توتال ايرون بايندينج كاباسيتي يعني كانما اني دا يعني دا أجي على فد باص، هذا الباص يشيل خلينا نقول 50 شخص، أوكي؟ إذا قاعدين في يوم من الأيام مثلاً بيوم دوام يوم الأحد مثلاً قاعدين من هذولي قاعدين مثلاً 30 شخص بهذا الباص، فهذا شقد؟ هذا البايندينج كاباسيتي هسه 20 لأنه هو 50، أوكي؟ 30 شاغلين مقاعد، تمام؟ و20 مقعد فارغ. نتخيل هذولي قاعدين هما الآيرن، زين؟ فهو لما مثلا بيوم الجمعه ماكو ايرون اصلا، ماكو ناس، يعني كانما لما الجسم فاقد ايرون، زين؟ ايرون ديفيشنسي. فالبايندينج كاباسيتي راح تزداد لو راح تقل؟ راح تزداد، راح ال50 مقعد كلها تكون فري فاضيه،
زين، فلهذا هو هاي طريقه فهمنا للتي اي بي سي، اوكي، للتوتال ايرون بايندينج كاباسيتي. زين، الثلاسيمز بشكل عام راح يكون يعني الايرون ستديز نورمال، بس لما نسوي هيموجلوبين الكتروفوريسس زين راح نشوف انه راح نقدر نحدد انه هاي بيتا ثلاسيميا لو لا. زين، وراح نقدر نفتهم يعني عن طريق الالكتروفوريسس. زين، اوكي. وبعد اكو نقطه اخرى هنا لما مذكوره اللي هي السيدروبلاستيك انيميا، ايضا واحده من الاشياء اللي هي شنو، اللي هي causes of microcytic anemias. اوكي، عندنا الماكروسيتيك انيميا. هنا بالنسبه للماكروسيتيك mainly بالدرجه الاساس اللي دي يسوي الماكروسيتيك انيميا هو ال B12 deficiency او الفوليت deficiency. زين، بالدرجه الاساس. طبعا اكو شغلات اخرى لما يكون مثلا ال B12 والفوليت نورمال ممكن يكون نتيجه لهايبوثايرويدزم، ممكن يكون نتيجة للليفر ديزيز، ممكن يكون نتيجة للالكوهوليزم، زين، او بعض الميديكيشنز اللي من الممكن انه تسوي ماكروسيتيك انيميا، ماكروسايتوسيس تسوي. زين، بس بالشكل او بالدرجه الاساس هو B12 ديفيشنسي وفوليت ديفيشنسي. زين، فهاي تقسيمات عامه لانه احنا نريد نفهم شنو الـ يعني هذني السب كلاسيفيكيشن اوف انيميا. طبعا ذا موست كومن انيميا بشكل عام وبالبرجننسي همينه هي الايرون ديفيشنسي انيميا، يعني تيجي مايكروسيتيك ايرون ديفيشنسي انيميا. اوكي، طبعا الانيميا بشكل عام احنا قلنا يعني بيها هواي ساينز اند سيمبتومز، زين، اللي يعني انتم كلكم تعرفوها. احنا نعرف شلون نسوي اكزامينشن اوف بيشنت وذ انيميا لما نشوف الساينز مالت البالر بالسكن بالكونجنكتيفا بينيث ذا تونج. اوكي، راح نشوف احتمال تاكيكارديا، البلسز تكون باوندينج بلسز، والهارت راح يصير بيه مرمر اللي هي ايجكشن مرمر. ليش؟ لانه احنا من دي يصير البيشنت انيميك، ليش دي يصير تاكي كارديا وليش دي يصير باوندينج بلسز؟ لانه دي يصير هاي كاردياك اوتبوت. وبالتالي دائما انتم تعرفون من الكارديولوجي انه اكو اسباب للهاي كاردياك اوتبوت هارت فيلير. زين، من ضمنها البيري بيري، ومن ضمنها الباجس ديزيز اوف ذا بون، من ضمنها الاي في مالفورميشن، ومن ضمنها حتى مرات الثايروتوكسيكوسيس، ومن ضمنها الانيميا. اوكي، فلازم نخلي هذا الشيء ببالنا. فلهذا ممكن انه تاكي كارديا والباوندينج بولسز والاجكشن مرمر هاي كلها راح تؤدي بالنهايه الى شنو، الى بسبب الهاي كارديك اوتبوت راح يؤدي الى هاي كارديك اوتبوت هارت فيلير. زين، طبعا السيمبتومز البيشنت ما دي يوصل له، يعني البيش دائما يحس نفسه ويك، يحس نفسه فتيك لما يقوم، اذا كان الى حد ما سيفير انيميا لما يقوم يبدي تسود الدنيا بوجهه، زين، او بعيونه، فبالتالي راح يبدي شنو، راح يبدي يصير اورثوستاتيك هايبوتنشن، راح يبدي لما يوقف يصير ديزي. زين، وهاي كلها من العلامات او من خلينا نقول السيمبتومز اوف انيميا. اوكي، ممكن البيش يصير عندهم هيدك، ممكن يصيرون يعني بشكل عام تينيتس، الطن اذنهم. طبعا لما نيجي نحكيها احنا واحده واحده، فتيك متوقع، ويكنس اكيد، شورتنس اوف بريث مرتبطه بشنو، مرتبطه بالهارت فيلر. زين، البالبيتيشنز مرتبطه بالهارت فيلر، التينيتس مثل ما قلنا بعضهم يصير عندهم طنه بالاذن. زين، وهاي من الاشياء المهمه جدا اللي كلش اندر ابريشيتد سيمبتوم اوف انيميا، يعني من انتم هسه تجون تسالون انتم هذا سمتم ما راح تتذكروا، بس هو بالحقيقه كلش كومن لما تسالون بيشنتس فعلا يطلع عندهم انيميا، يقول اي انا اذني طن في بعض الحالات. زين، اوكي، طبعا اكيد ورسنينج يعني بيسكلي ورسنينج هارت فيلير او كونجستيف هارت فيلير، يعني ليش؟ لان دي يصير انجينا بيكتورس. زين، هيدك معروفه، زين، كل البيشنتس اللي عندهم انيميا راح يكون عندهم هيدك، راح يكون عندهم تينيتس. هذا النهايه اثنيناتهم اندر ابريشيتد مثل ما قلت لكم. بريسينكوبي يعني البيشنت لما يقوم يتسود الدنيا، يدوخ كلش، زين، ويريد يوقع، وفي بعض الحالات حتى يفقدون، زين، يعني صار سينكوبي كامل اذا كانت كلش سيفير انيميا. كوجنيتيف امبيرمنت واباثي، وكل هاي التفاصيل هي طبعا جنرال نون سبيسيفيك، ما نقدر احنا نقول انه كل هاي نتيجه للانيميا، بس بشكل عام ذيز ار ذا ساينز اند سيمبتومز اوف انيمي. اوكي، فاحنا شنو تقسيماتنا لها راح تصير باختصار؟ تقسيماتنا للانيميا نقول اكو مايلد انيمي، بغض النظر دا احكي فروم ا كلينيكال بوينت اوف فيو اونلي،
إذا الأنيميا إحنا اكتشفناها وهي ما عندها أبد لا ساينز ولا سيمتومز أوف أنيميا، بس إحنا اكتشفنا إنه عندها أنيميا باي لاب انفستيجيشنز، زين، فهاي ممكن نحطها تحت خانة المايلد أنيميا. إذا البيشنت اجتي عندها هاي الأعراض، زين، إنه فتيغ، ويكنس، ديزينس، مرات من تقوم يصير عندها يعني فد ديزينس او صرعتها بريسينكوبي في بعض الحالات او تينايتس او هيدك، هاي الاعراض اللي هي نون كاردياك ريليتد بس هي اعراض مال انيميا، زين، هنا شنو هنا نحطها تحت خانه المودريت انيميا. بس من توصل الى مرحله انه صار عندها بالبيتيشنز تاكيكارديا او باوندينج بولسز او مرمر او بدت توصل الى مرحله الهارت فيلير، زين، يعني اكو هاي كاردياك اوتبوت دا يصير، بالتالي هنا نحطها تحت خانه وات، تحت خانه السيفير انيميا. دا احكي شنو؟ دا احكي من ناحيه الـ 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 من الناحيه الكلينيكال، زين. هسه خلينا نجي ونفهم بالضبط التريتمنت حسب الجايد لاينز الاساسيه وشون احنا راح نقدر نتعامل ويا الكيسات اللي تجينا كانيميا امبرجنسي. اولا احنا نعرف انه الانيميا امبرجنسي هي دا تكون نتيجه يا اما لأيرون ديفيشنسي أو بي 12 أو فوليت ديفيشنسي، كلها بيها guidelines، يعني ثلاثة هن بيهن guidelines وأرقام محددة، مو إحنا اللي نحطها بكيفنا، زين. نيجي على the most common cause اللي هي الأنيميا due to iron deficiency. طبعا أولا إحنا عندنا prophylaxis، زين، عندنا prophylaxis لهاي الحالة، يعني إحنا أكو active treatment لما تصير هي أنيميا وأكو prophylactic treatment بشكل عام، يعني إحنا كل وحدة pregnant راح تحتاج الى ايرون سبلمنتيشن، زين، اوكي. الايرون مشكلته انه هو يسوي ابدومينال بين ويسوي نوزيا عند الفيميل، زين. هي اول ترايمستر اصلا اوريدي عندها بسبب البيتا اس جي جي عندها يعني مورنينج سيكنس، زين، وعندها نوزيا وممكن حتى يصير عندها فوميتنج، زين. فبالتالي ما نريد احنا وي اكزاسربيت المورنينج سيكنس والنوزيا مالتها، فلذلك ما ننطي حتى كبروفيلاكتيك ايرون احنا ما ننطي بالفيرست ترايمستر، يعني قبل 14 اسبوع ما ننطي، زين. احنا بشكل عام ورا ال 14 اسبوع عاده نقدر انه ننطيها، نبدي يعني تبدي هي تاخذ ايرون سبلمنتيشن، زين، يعني تقريبا 60 الى 80 ملغ اوف اليمنتال ايرون بير داي. طبعا الالمنتال ايرون باختلافات، الالمنتال ايرون باختلافات، يعني اكو عندنا فيروس سلفيت، عندنا فيروس جلوكونيت، عندنا فيروس فيوماريت، فاختلافات بانه شقد بيها اماونت اوف الالمنتال ايرون. يعني مثلا ال 80 ملغ او 60 الى 80 ملغ بير داي الالمنتال ايرون ممكن انه تتحقق عن طريق انه ننطي احنا مثلا 200 ملغ فيروس فيوماريت او 300 ملغ اوف فيروس سلفيت، زين، او 550 ملغ اوف فيروس جلوكونيت. طبعا الفيروس سلفيت هو اكثر واحد يعني ذا موست كومن، اوكي، زين. الايرون حتى يمتص ننطي وياه، نفضل انه ننطيها وياه فيتامين سي، زين، 1 جرام اوف فيتامين سي حتى يساعد الابزوربشن مال الايرون، زين. الايرون لما يكون موجود وحده، اوكي، راح يخلي اوكي يعني هسه صار عندنا ايرون ستورز كلش تمام، بس حتى نسويه هيموبويسس هيماتوبويسس حتى نسويه هيماتوبويسس نحتاج الى فد شيء الى علاقه بالدي ان اي، زين، نحتاج الى انه احنا الى علاقه بانه هاي هسه عندنا ماده اساس حتى نصنع منها نيو ار بي سيز، بس نحتاج انه هاي النيو ار بي سيز تطلع صحيحه ويطلع الدي ان اي مالتها صحيح وكل شيء. فبالتالي نحتاج انه حتى لا يصير، لانه كل ما احنا نزيد الايرون كل ما راح يزداد الهيموبويسس الهيماتوبويسس عفوا، من راح تزداد الهيماتوبويسس السيلز راح تستنزف الفوليت اللي موجود، زين. وبالتالي احنا حتى لا يصير عندنا فوليت ديفيشنسي ننطي فوليت همين، زين، حتى نساعد انه الهيماتوبويسس يبقى وما يصير عندنا فوليت ديفيشنسي، زين. مثل ما نعرف احنا الايرون موجود بهوايه، يعني موجود باللحوم، موجود بهوايه سورسز، بس يحتاج الى الجاستريك جوس يحتاج الى الجاستريك جوس حتى ينفصل حتى يصير ready for absorption. لذلك السبب الانتاسيد اذا هي كانت تاخذ انتاسيد، زين، او اذا كانت تاخذ بروتون باب انهبيتر، زين، او هيستامين بلوكر او الى اخره، هاي الاشياء ممكن انه تقلل من الاسيديتي مال ستمك وبالتالي تقلل من الايرون ابزوربشن. فهذا بدنا نحكي شنو؟ بدنا نحكي بيورلي كبروفيلاكتيك تريتمنت، زين.
إذا نحكي على الأكتيف تريتمنت، إنه هي عندها أصلا أنيميا، فشوفوا القواعد العامة اللي راح تمشون عليها. إذا هي اللي قلتوا إنه عندها ايرون ديفيشنسي أنيميا، أولا الجستيشنال ايج راح يكون كلش مهم بالنسبة لنا. إذا كانت جوا ال 36 ويكس، فهنا عادة نقدر ننطي أورال فيرس سلفيت زين 3 مرات باليوم، وطبعا هذا يعني راح يزيد لنا الهيموغلوبين. احنا نريد الهيموغلوبين يزيد تقريبا 1 جرام بير مانث، اوكي 1 جرام بير مانث. ف او ممكن انه نعطيها بارنترال ايرون، يعني القصد العلاج مالته راح يكون بالايرون، اوكي سواء كان اورال فيرس سلفيت او سواء كان شنو، سواء كان بارنترال ايرون. طبعا البارنترال ايرون ما له فد superior benefit على الأورال آيرون، مجرد أنه إحنا لما بدنا نعطي parenterally راح نتأكد ونكون متأكدين أنه الدوز كلها يعني أخذتها زين. هاي بس أنه we make sure أنه الدوز كلها يعني أخذتها الجرعة كاملة، أنه صار absorption بكل شيء. بس إحنا عادة parenteral آيرون يعني الدكستران والسوكروز آيرون هذني همينا بيها مشاكل، بيها ألرجي، بيها هواء. يعني السوكروز هسه أقل واحد بي ألرجي هو نيو فورميليشن زين، بس هو ما إلفت سوبيرر بنفيت. فإذا جوا 36 مينلي، إذا جوا 36 ويكس إحنا عادة ننطيها يعني خلينا نقول فرس سلفيت أورالي، أوكي أو أورال آيرن زين 300 ميلي جرام يعني 3 تايمز ديلي زين. إذا هي فوق 36 زين، هسه احنا بشكل عام هسه احنا عندنا 3 علاجات، عندنا يا اما ننطي ايرون زين اورال، يا اما ننطي بارنترال، يا اما ننطي بلاد زين. هسه احنا قلنا انه اذا هي جو 36 ننطي الايرون، شو وقت ننطي البلاد؟ البلاد القواعد مالته كلش سهل. اولا اذا هي ايرون ديفيشنسي انيميا وهي فوق 36، ليش؟ لان احنا هنا ما راح نقدر ننتظر زين يعني حتى ايش قد يزيد، يعني ما راح يعني احنا المفروض الهيموغلوبين يزداد 1 جرام بير مانث زين. هي اصلا بعد لها 1 مانث وحتدخل تصير 40 اصلا، يعني خلال هذا الشهر، خلال جزء هاي الاسابيع القليله راح شي ويل ديليفر زين. فاني ما اريدها انيمك اد ديليفري، وبالتالي ما الحق انه انطيها ايرون وانتظره وكذا، حتى لو بارنترال زين، لان هو نفس الشيء البارنترال، يعني البارنترال نفس الشيء، اثنيناتهم راح يزيدون الهيموغلوبين 1 جرام بير مانث زين. بعض الكتب يكتبون انه الاورال يزيد 0.8 جرام بير مانث، بينما البارنترال يزيد 1 جرام بير مانث، بس هي بالحقيقه ذا سيم. فاذا كانت انيميك وفوق 36 ويكس ننطيها بلاد. شو وقت انطي بلاد اذا هي جوا 36؟ اذا هي جوا 36 والهيموغلوبين مالتها جوا 6، يعني سيفيرلي انيميك وهي جوا 36، لا هنا انا لازم ننطي بلاد زين. إذا هي جوا 36 والأنيميا والهيموغلوبين مالتها مو أقل من 6، أكثر من 6، هيموغلوبين مالتها more than 6، بهاي الحالة إلا إذا شو وقت ننطي بلاد؟ لما إحنا دنحاول إنه ننطي أورال آيرون أو بارنترال آيرون وذي يصير فيلير of medication زين، ما دا يصعد الهيموغلوبين، أوكي. فإذا البلاد ينطي بأربع حالات، او طبعا اذا اكو بليدنج اللي هو انتي بارتم هيمرج او بوست بارتم. فالبلاد ينطي باربع حالات، كانت انيميك وفوق 36 ويكس اعطي بلاد يا ما لحق بعد، كانت انيميك جو 36 والانيميا مالتها جو 6 اعطي بلاد لانه هي جو 6، انيميك جو 36 وانيميك بس الانيميا مالتها مو كلش سيفير مو جو 6 بس حاولنا وياها بالاورال او بالبارنترال وما فات زين، او اذا كان اكو اي بليدنج مثل ما حكينا. فهذا هو الاكتيف تريتمنت حسب الجايد لاينز مال الايرون ديفيشنسي انيميا مانجمنت ان بريجنسي. كلش مهم انه تفهموه، كلش مهم انه تعرفوه وتخلوه ببالكم، لانه من الاسئله المهمه انه شو وقت ننطي بلاد، شو وقت شلون بدنا نعالج البيشنت بيست اون وات، هاي كلش مهمه الاسئله زين. بالنسبه اذا كانت ذا لاست ثينك، انه اذا كان هي عندها ماكروسيتيك انيميا دو تو فوليت ديفيشنسي، واللي طبعا هو مو فيري ان كومن زين، فوليت والبي 12 ديفيشنسي مو كلش كومن. احنا بشكل عام الفوليت كل الفيميلز المفروض ياخذون 400 مايكروغرام بري كونسبشوالي ويبقون ياخذوا زين الفوليت. بس اذا لقفنا انه عندها انيميا وطلع ماك يعني ماكروسيتيك وطلع دو تو فوليت ديفيشنسي،
اذا هو مايلد، اذا هي مايلد انيميا ممكن انه ننطي حسب الجايد لاينز 5 ملي جرام بير داي اورالي، تاخذ حبايه اورال 5 ملي جرام كل يوم. زين اذا سيفير لا راح ننطي اي ام بس ايش قلت 1 ملي جرام بير داي اي ام فور 1 ويك. زين 1 ملي جرام بير داي اي ام فور 1 ويك. اما بالنسبه لنا بالنسبه للبي 12 فالبي 12 اذا كان لقفنا انه عندها مايل، طبعا احنا لما نلقف الماكروستاتيك راح ندس بي 12 ليفلز وفوليت ليفلز حتى نقدر نعرف انه شنو الديفيشنسي اللي صاير. زين اذا مايلد بي 12 ديفيشنسي فعاده كل شهر تاخذ ابره 250 مايكروغرام. زين كل شهر. اما اذا سيفير انيميا اوكي هنا انا بهاي الحاله راح ننطي 100 مايكروغرامز بس شنو بير داي اوكي فور 1 ويك تمام اي ام كذلك. فهنا هاي هي يعني هسه احنا اخذنا كل الجنرال رولز ريجاردينج المانجمنت اوف انيميا ان بريجننسي حسب الجايد لاينز وحسب الارقام. الانيميا ان بريجننسي مشكلتها انه تزيد الريسك اوف بري اكلامسيا، تزيد الريسك اوف بري تيرم ليبر، تزيد الريسك اوف perinatal mortality، زيد الريسك of maternal mortality، زيد الريسك of هواية من ال disorders of pregnancy، زيد الريسك of abruption، زين وكل وزيد الريسك of يعني antepartum hemorrhage. وبالتالي الأنيميا in pregnancy هو مو فد شيء احنا بس نريد نعالجه لأنه إلى تأثير على الأم، لا لأنه إلى تأثير على ال pregnancy as a whole. اوكي okay؟